السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المتابعين في هذه اللعبة الجديدة، لعبة فضاء، وأنا أحب ألعاب الفضاء. اللعبة موجودة في الستيم، تقدر تجربها، ما صدرت إصدار كامل، فقلنا خلينا نجرب الديمو. بسم الله. طيب شكلي أنا موجود في كبسولة هنا في الفضاء. كبسولة، نفتح الباب يا حبيبي. افتح. ايش بو ما ينفتح الباب؟ لا، يقول لك اول شيء اسوي كبسول اكسجين. كيف اخرج وانا ما عندي اكسجين؟ انا شكلي في وسط الفضاء، هذه مركبه فضائيه ولا ايش؟ ما اعرف. شايف كراسي هنا، فهنا التيرمينال. اوه هذه اولد هاب ستيشن، هذا كابتن يقول لي ذيس از كابتن ماثيو. هذه يقول لك ايش؟ اشارات سيجنال. هذه واحده هوب ستيشن يبغاني اروح اساعدهم. اها، يقول لك ماني عارف ايش صار لهم. يقول بس لا تجي الا ومعك باور سيل، لازم تجيب معك بطاريه. وهذا واحد اسمه كابتن ماثيو، يقول لك هذا كابتن ماثيو اذا اي احد سمعنا تعال ساعدنا. فانا شكلي جيت عشان اساعدهم. طيب هنا ايش عندي هنا؟ هذه اوه شوف هنا ميديك، خذ خذ حبيبي. ناخذ الاشياء ولا ما ناخذها؟ هذا اكسجين تانك، حلو حلو، ناخذ اكسجين تانك. طيب ايش وظيفه الاكسجين تانك؟ ما هذا حقه هذا. وخلينا نشوف هنا، هذا حقه المويه، مويه. اوه في مويه، شوفوا هذا عداد المويه، وهذا عداد الحياه، وهذا عداد العطش والجوع. لا يا حبيبي شوف ايش هذا، برجر. باكل برجر في الفضاء. هات معك مويه يا حبيبي، هات مويه. هذا شكله ايش؟ الكرافتنج. طيب يقول لي لازم اسوي اكسجين كبسول، من فين اجيب اكسجين كبسول؟ هذا كله هذا اكسجين تانك، ما هو كبسيل. ايش الفرق بين التانك والكبسول؟ اه هذا يزود لي مساحة ايش؟ يزود لي مساحة الاكسجين اللي عندي. يعني انا عندي اكسجين، هذا ايش؟ هذا فيلد اكسجين تانك، هذا يديني 60 اكسجين، هذا يديني 30 فود، هذا 50 هيلث، هذا 60 ووتر. طيب حلو حلو حلو. طيب من فين اجيب الاشياء؟ من فين اجيب؟ يبغالي اسوي فابريكيشن الاشياء وانا ما عندي شيء اقدر اسوي له فابريكيشن. هذا الباب ينفتح هنا؟ والله ما يداري ايش بو الباب كذا مقفل. ايش بطحت على الفضاء؟ طلعت على الفضاء. اوه اجمع انا ولا ايش؟ في عندي ادوات انا ولا كيف؟ انا ماني عارف صراحه، ولا اروح اجمع كذا بنفسي. اح اح لا تعور. ايوه خذ هذه الاشياء. اخذنا والله، شوف ناخذ حديد. هذا ايش هذا؟ ايوه يا سلام يا سلام، والله احس اني بطير. هذا كبر نحاس. وهذا ايش؟ هذا ايش اللي هنا؟ ايوه عبي الشنطه حقتك. هذا حديد رهيب، وهذا حديد ممتاز. وهنا ايش هذا الكبير؟ هذا الكبير شكلي لازم ايش؟ يقول لك لازم مايننج. انا اقدر اخذ الاشياء الصغيره، هذا حديد مثلا. ايوه وهذا ايش كمان؟ حديد. وخليني اخذ نحاس لانه شكلي هحتاج القرنبع هذا كله، كله هحتاجه. تمام حلو. والله لسه لسه باقي لنا، خلينا نعبي الشنطه حقتنا ما دام خرجنا في الفضاء. هذه ماني عارف مركبه فضائيه انا جاي فيها ولا ايه؟ ليه كذا انا في وسط الفضاء؟ مين رماني هنا في وسط الفضاء؟ تمام. فيقول لك في ايش؟ في مركبتين لازم اساعدهم. خطير الفضاء بصراحة. إيه؟ بموت بموت. ايش في؟ مويه، اكسجين اكسجين. خذ، شربت اكسجين. ليه ذبحتوني؟ اوب 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 اوب. بداية اللعبة موت، بداية اللعبة موت كذا. يا الله. طيب ايه؟ شوف شوف شكرا بعقلي. يا طيف يا طيف كله منك. كيف مت انا؟ والله ما انتبهت، المفروض يدوني انذار. ما انتبهت فجأة كذا راح معايا كل شيء، ما اقدر اخذ كل شيء الا هذا ياخذ معايا كل شيء. طيب حلو، بس باقي لي كم قرنبع كذا واغلق. هذا ايش هذا؟ هذا اكل طايح، اكل طايح في الفضاء، اورجانيك يسموه اورجانيك. طيب نجمع الاشياء الباقية، ناخذ هذا. انتبه الاكسجين، شوف الاكسجين كيف ينقص، وانا ما انتبهت له والله. فجأة بنط، فجأة وورنينج. ايوه قولي وورنينج، ما سمعت الوورنينج اول، والله ما سمعت الوورنينج. يلا يلا باقي هذا، باقي واحد واحد شيء بس، ونرجع الى السفينه الفضائيه الرهيبه حقتنا. هذه ماني عارف سفينه ولا ايش هي، ماني عارف. يلا شوف الاكسجين يتعبى. منك يا اكسجين. شوف الهيلث حقي تعبان. خذ. ايوه اخذنا. ليه ما اخذتها يا حبيبي؟ لازم احطها يعني واشربها ولا كيف؟ لازم اظن احط الاشياء هنا. كيف تضغط عليها كذا كونسيوم. شوف الحياه امتلت، الاكسجين هنا، الجوع برجر، كل برجر يا حبيبي، واشرب مويه. يا سلام عليك يا سلام. طيب يبغالي اسوي كبسول لانه الاكسجين عندي ابغى ازوده. كم حجم حق الاكسجين عندي؟ 55، ابغى ازوده، فشكلي لازم اسوي الكبسول. فين الكبسول؟ يا سلام على الكبسول هذه. ايش يبغالك؟ يقول لك لازم يبغالك حبلين، حبلين وكوارترز. من فين اجيب الحبلين والكوارترز يا حبيبي؟ طيب جيت باك، لازم اسوي اول شيء هذا، هذا مهم شكله مرة مهم. واحد اثنين حلو. طيب هذا الاشياء بسويها، بسوي الجيت باك، جبت الحبال. كوارتز ما عندي، فحم ما عندي، ما عندي اي شيء، شكلي لازم اروح انزل واجيب. هنا ما في طيب شيء،
ما معطيني وصايا معادن، خذ الاشياء هذه خليها كلها هنا عشان نعبي، هنا ما في شيء صح؟ لازم اطلع للفضاء واقعد اجمع. اجمع جمع حبيبي جمع. ابغى فحم، صدقوا ابغى فحم، ماني محصل فحم، كل اللي عندي حشوفه حديد، هذا حديد ونحاس، اما الفحم ماني عارف فين، وهذا ايش هذا؟ شكل لازم اسوي ادوات، لازم اسوي اكسجين، والله اكسجين مره يغلق بسرعه. اقول لك خليني ارجع اعبي اكسجين، استنى استنى بس خذ معك كم شيء كذا، عبي اكسجين يا حبيبي عبي اكسجين. طيب ماني قادر احصل ايش، ما بس احصل نحاس وحديد، هذا اللي احصله اصلا، شوفوا كله هذا حديد وهذا اورجانيك وهذا ثلج، حصلت ثلج مويه 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 يا حبيبي، اقدر اسوي مويه، يبغى لي ثلجتين، انا جايب واحده ثلجه. طيب خليني اروح اجمع، لسه اجمع الاشياء، بس خليني انزل الاشياء هذه كلها اللي هنا، ايوه، واجيب كمان معايا اشياء. ايش القطع العجيبه هذه؟ هذه قطع عجيبه، ايش هذا؟ ايش اخذت؟ كوارتز. دحين اقدر اسوي الاكسجين، الاكسجين حقي ينشفط بسرعه. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طيب خليني بس اجمع لما اعبي وارجع. شوف في نكه، في اشياء يبغالي اروح ازورها. شوف اخذت فحم. طيب خذ الكوارتز، والله الدنيا برمية في كل مكان في كل مكان. طيب طيب خلينا ناخذ الاشياء اللي عندي هنا، ايوه ناخذ ايش ناخذ، ايوه ناخذ اللي نقدر ناخذه هنا، ونقول له سوي لي دحين ايش، سوي لي الاكسجين تانك عشان عندي سلكين وعندي كوارتز. حلو، ها سوى لي اياها. كيف استخدمها؟ كيف استخدمها كذا يعني؟ اقول له اكويب. اوه شوف كيف صار عندي دحين الاكسجين يتحمل، يتحمل اكثر. حلو 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 حلو. طيب غلقنا المهمة الثانية، دحين ابغى اشتغل على الجيت باك. الجيت باك برضو يبغى نحاس، يبغى اول شيء حبلين صح، سوي حبلين. وايش الشيء الثاني اللي يبغاه؟ عندي الحبلين، باقي لي فحم، بس اروح اجيب فحم. اظن جبت واحدة فحمة، والله ما نعرف حتى الفحم، اظن جبت وديته هنا، هنا هنا في فحم عندي ولا ما في؟ كله اورجانيك اورجانيك اورجانيك. الفحم احسه نادر، فخليني اروح ادور على الفحم، فين مكانه؟ فين مكان الفحم؟ تصدق اول شيء لازم اسوي المايننج تول عشان اقدر ايش افرم الحجارة هذه، ماني قادر اطلع فحم. خلينا نشوف المايننج تول ايش يبغى لها. بتشوفوا الاكسجين صار يطول، مو زي اول لما حطيت التانك صار يطول. حلو ممتاز. طيب فين المايننج؟ هذه المايننج تول يبغى لها بطارية، البطارية كيف اسويها؟ بطارية يبغى لها يبغى لنا فحم، خليني اروح اجيب فحم يا حبيبي. هذا الاسود فحم هذا ولا ايش؟ هذا ايش؟ هذا ايش؟ خذ فين راح؟ ايوه هذا هذا فحم. شوفوا هذا فحم، هذا مرة ضروري بصراحة الفحم، لازم نجمع منه كثير، احسه هو اللي ناقصني. شوفوا كيف كذا، والله بس الفضاء خطير، احس اني طاير في الفضاء. ماني على الارض، وهذا فحمة. يا سلام شوف كيف المكان فحم، هذه الحجرة لو كسرتها حصل فيها فحم كثير. طيب والله جمعت فحم، جمعت فحم. خليني دحين بس كم باقي لي اعبي الاشياء اللي اقدر اعبيه. اخذ معايا كوارتز، تعال تعال تعال، كوارتز احسه نادر، وناخذ الاشياء لما يجينا كلمة وارنينج، لما يجي كلمة وارنينج اروح ارجع للقاعدة حقتنا. طيب فامورنا للان ممتازة، ناخذ الثلجة، الثلجة الجميلة، وناخذ الفحم. تعال 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 تعال، ايوه ممتاز. وهذا الاورجانيك انا قاعد اجمع من اول في الاورجانيك. وارنينج حبيبي، والله اول ما قالت وارنينج او انا ما سمعت فجأة مت، انا ماني داري من بداية اللعبة طيف قاعد لي، والله العظيم. طيب نيجي هنا نبغى نسوي البطارية، البطارية ليه ما سوي البطارية؟ ايش ناقصها؟ يبغى لنا والله صعب المايننج، انا حسبت المايننج سهل، فشكله اسوي هذا واحد. ها كم يبغى؟ خلاص سوينا جيت باك، اظن دحين نقدر نطير ولا ايش فائده الجيت باك؟ ما اعرف. اقدر كمان اسوي الشنطه، الشنطه يبغى لنا سيلفر، من فين نجيب فضه اصلا؟ الفضه ما اظنها قريبه من عندنا. طيب لازم نروح نجيب فضه، ما احس انه صار معايا شيء، انا ما لبسته. يو فين؟ رميته رميته يا حبيبي، البسه، ايش فائدته دحين؟ يقول لك ممكن اطير اسرع، ايوه صرت اسرع سريع، سمعي الصوت، والله يبغى لك اكتشف الاماكن هذه، بس ارجع القاعده، ارجع القاعده اخذ اكسجين واشوف اللي في جنبي هناك، الكهف اللي هناك في جنبي شكله يمكن احصل فيه فضه، عندي توقع انه جوة الكهوف. طيب نرجع للقاعده حقتنا الجميله، نعبي اكسجين، بس ملاحظين ايش؟ انه ما اقدر اشوف، شوف شوف الجيت باك حقي قليل، يبغى لي اسوي له ابجريد. طيب شايفينه؟ طيب نجي هنا ونجري هناك، شايفين الجيت باك؟ والله خطير، يخليني سريع انزل. شوف شوف ليه ما توقعت؟ لا لا والله ما في الا الا، شوفوا شوفوا سيلفر، فضه 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 يا حبيبي، نبغى كم حبه؟ واحده فضه بس، ما يكفينا واحده فضه، ما في ثاني، شكله نادر معدن الفضه، حسبته من ال ايوه ايوه ايوه، هذا ايش هذا؟ هذا هذا لا لا لا
هذا ذهب. عندي ذهب، مين يشتري مني ذهب؟ ايش اسوي في الذهب؟ عارفين انه الذهب من اكثر المعادن توصيل للكهرباء، او من احسنها، احسن من النحاس، وترى ما في جوال ولا كمبيوتر الا في كميه قليله من الذهب. الذهب هذا خطير خطير. طيب شكله حرجع دحين القاعده عشان الاكسجين حقي لا يغلق، وايه واحاول اسوي المايننج. انا لو جبت المايننج تول انا حرتاح. ماني عارف، شوف هذه والله كانها طياره. شوف هذه الطاقه الشمسيه تتحرك بالطاقه الشمسيه. تمام. وارنينج، لا حبيبي لا تسوي وارنينج عليا، خليني ارجع. ايوه اشوف اقدر اسوي بطاريه ولا ما اقدر اسوي البطاريه. لا يبغى لي 2 فضه. انا كم فضه جبت معايا؟ بس جبت معايا واحده فضه. طيب انا ايش يبغى لي عشان اسوي المايننج تول؟ قلنا بطاريه. انا اول احط على الباور سيل اللي تحتاج فضه. لا البطاريه ما تحتاج، تحتاج بس اسوي ايش. اوه فين النحاس؟ في عندي الاشياء هنا حاطه، هنا عندي نحاس هنا. تعالوا. ايوه ممتاز. ونجي نسوي البطاريه. يا سلام، سوينا البطاريه. ايش يبغى لنا عشان نغلق؟ باقي لنا هذا. ايش هو هذا؟ يبغى لنا الكترونيك بارت. الله يجانا التعقيد. فين الكترونيك بارت؟ نقدر نسوي. حلو، ها كل شيء عندنا. سوينا اخيرا سوينا المايننج تول. باقي لنا الشنطه، والشنطه تحتاج فضه. طيب خلاص نحط الاشياء هذه كلها كذا. يمكن ناخذ معانا بس الاكسجين تانك، خليه معانا، والاكل ممكن، وبعدين نأخذ يا سلام اخيرا اقدر دحين اكسر. لحظه اشوف، بس اشوف. اطلع اطلع اطلع. فين فين فين؟ اي تعال انت مثلا هنا. هذا حديد صح؟ حديد كذا. والله ايوه. طب 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 طب. واو واو، ناخذ حديد واشياء. طيب ايش ابى اسوي دحين؟ ابى اروح مكان بعيد اعبي اكسجين. بس نبغى مويه. كيف المويه؟ قلنا نبغى 2 ثلج عشان المويه، 2 ثلج، ونسوي واحد مويه لذيذه. فين المويه؟ هنا هذه المويه. ممتاز حلو. اشرب المويه. ليه انا دائما اضغط عليها؟ عشان التحكم مختلف على اللعبه الثانيه. ايش شايف؟ شايف هنا في مكان وهناك في مكان. خلينا اول شيء اروح المكان اللي هنا، شكله اقرب صح؟ شوف الجيت باك يغلق. بس انا عندي اكسجين، يعني ان شاء الله اموري طيبه. نوصل هذاك المكان. ما نعرف هو السيجنال هذا. شكله في سيجنال، لازم افتح السيجنال انا. يلا اوصل. اكسجين قاعد ينشفط، الاكسجين انشفط. انا جبت معايا 2. اوه شكلي حتورط. ايش هذا؟ ايوه. اوه هذا زي ما في اشياء. حلو 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 حلو، خذ يا حبيبي. ايوه ممتاز. ما في فضة، نحتاج فضة. ايش هذا الشيء اللي هنا؟ هذا الشيء تتاخذ ولا لا؟ يبغى له ليزر. هذا يقول لك ابغى ليزر. طيب هذا الصندوق الثاني ايش فيه؟ ايوه فكه يا حبيبي. ناخذ الاشياء اللي جوته. ايش بي انا؟ بس اضغط الاسكيب ونيجي عند هذا الصندوق ونشوف ايش فيه. واظن كذا يكفينا. اكسجين قام يغلق عندي، فمشكلة. طيب ناخذ هذا بس الاخير، ناخذه. يا سلام، كل ما تاخذ معدن جديد كل ما ينفتح لك وصفات جديدة. طيب ناخذ اكسجين عشان، يا سلام، واحد اكسجين يعبينا تعبئة كاملة. نرجع للقاعدة حقتنا ذحين. ايوه رجعنا الى القاعدة. خليني ذحين ايش بسوي؟ اروح للرسائل السيجنال اللي شفتها في البداية اللي هنا، شايفينها؟ فينها؟ في رسائل هنا حصلتها انا. ايوه هنا التيرمينال. نقول له ورينا على هذا المكان، والمكان الثاني نروح نشوف فين مكانهم هذول. الاقرب نروح له. اوه في احد هنا قريب. بس قبل ما نروح خلينا ناخذ معانا اكسجين تانك. انا عندي واحده، ابى اشوف ايش يبغى له عشان احتاج اسوي الثانيه. لازم نروح عندنا 2 اكسجين تانك. يبغى له ثلج، معقوله ثلج؟ ايوه خذ 1 2 وخذ وسوي لي 1 ثلج. ممتاز. ها يا سلام، سوينا لنا اكسجين. نخلي كل الاشياء هذه هنا موجوده، بس جيب لي الاكسجين. وعندي 2 اكسجين. اوف اكسجين تك هذا 35، هذا والله يديني 60. واو. طيب يلا خليني اروح للمكان السيجنال. هناك في مكان سيجنال، شايفين؟ انا كنت راح اروح عند المكان هذا. لا هو مطلوب اني اروح اساعدهم، اشوف ايش صار فيهم. ناس اظنهم اتعطموا وتدمروا، ما تدري. شكله لازم اجي من هنا اخش لهم من هذا الكهف. ايوه اشوف ايش حكايتهم. مين هذا؟ لا يكون هذا وحش ولا كيف؟ ايش التفجير هذا؟ لا والله ما ادري انه بيتفجر. طيب ايش طاح منه هنا؟ ناخذ الاشياء اللي طاحت. ممتاز. وهذا ايش؟ هذا فضه ولا ايش؟ فضه يا حبيبي، فضه، هات الفضه. وهذا كوارترز. يا سلام. طيب وهذا كوارترز. هنا ايش هذا؟ قال لي جيب باور سيل. والله ما سمعت الكلام، قال لي لا تجي الا معك باور سيل. طيب هذا برضه حيتفجر فيا، بعد عنه. بس لو في فضه
ناخذ معانا فضه ولازم نرجع القاعده، لازم نرجع القاعده. هيكفينا اكسجين؟ نشرب اكسجين ولا لا؟ الله شكله ما يكفينا. اشرب يا حبيبي، اشرب الاكسجين. في اكسجين كبير وفي اكسجين صغير. طيب لو في ثلج خليني اجمع ثلج معايا عشان نسوي كمان اكسجين، لانه شكل المنطقه اللي رايح لها تحتاج. يلا يلا تعال اكسجين، ما ابغى اضيع التانك اللي عندي. ايوه ايوه تعال خذ اكسجين. يا سلام يا سلام على الحياه. طيب ناخذ هذا الاكسجين الثاني، ولازم نسوي لنا يبغى لنا كبر كمان، يبغى لنا نحاس، يبغى لنا نحاس. طيب معليش معليش، خذ هنا في واحد. ايوه طيب الاكسجين ايش يبغى له؟ لا نقدر نسوي اكسجين. يا سلام يا سلام. طيب الشنطه اقدر اسويها، جبت معايا فضه، عندي فضه، خلينا اكبر الشنطه عندي شويه. يبغى اثنين فضه، شكلي حطيت الفضه هنا. لحظه فين انا عندي واحده فضه، الفضه الثانيه فين حطيتها؟ انا حصلت فضه من اول، والله الفضه نادر، شوف الذهب هذا كمان نادر. طيب خلاص نسوي الشنطه، نكبر الشنطه الجميله. يا سلام، فين الشنطه؟ هنا نكبرها. يا سلام زادت عندي، شوف خانات كثيره زادت عندي. طيب ابغى اشيل معايا قال لي الباور سيل، قال لازم اجيب معايا باور سيل. طيب يبغى لي اثنين فضه كمان. مره نادره الفضه هذه. انا شايف هنا مركبه، شكلي بروح لهذيك البيت، شايفينه؟ يمكن حصل فيها فضه، خلينا نقرب منها. والله ما هي بعيده، انا كنت اتوقعها انها بعيده، طلعت مره قريبه من عندي، فخليني بس اوصل لها. والفضه يبغى لي، والله اشوف هناك كمان في واحد بيت ثاني. طيب هنا شكله ما في اكسجين. ما في اكسجين، يعني خذ اشياءك وايش واذرف بسرعه. ايش في؟ خذ، في عندي لايت، والله لازم اللمبه، اللمبه ما في لمبه الا في لمبه عندي، بس خلينا نشوف ايش في هنا. طيب خذ الاشياء اللي عندك هنا. طيب شكلي لازم ادور على فضه، من فين اجيب الفضه؟ مره نادر الفضه بصراحه. شوف الصندوق هذا موجود فيه شيء؟ والله مشكله. ها في فضه هنا، في فضه. طب بس خلينا نشوف هذا ايش فيه. هذا ما في اورجانيك. هنا شايف فضه، انا شايف فضه هنا، خليني اخذ واحده فضه. ما في واحده فضه ثانيه كمان. اقول لك خليني ارجع القاعده، بس والله شكلي حموت انا، خليني ارجع القاعده. ايوه فضه فضه فضه، قلت لك بس احصل واحد فضه. تعالي 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 حبيبي، يلا خلينا نسوي الباور سيل. والله تورطت انا، انا تورطت كاني شفت اول باور سيل، بس ماني عارف هي باور سيل ولا بطاريه، شكلي مخربط. فخليني الحين اسوي الباور سيل وارجع للبوابه. ايوه تعال كذا، تعال كذا حلو، وسوي لي الباور السيل. شايفين هذه الجميله؟ اخيرا فين مكانها؟ خلينا نشوفها معايا ولا ما هي معايا، فينها الا شوفوها. يلا روح افتح الباب. يلا رجعنا لكم ومعانا الباور سيل. يا سلام عليك. تعورت والله، والله تعورت. ايوه كيف نجي نحطها؟ ايوه حط لنا الباور، شوف كيف والله حطها خطيره. ممتاز، انفتح الباب. ايوه هنا ما في اكسجين، هذا المكان ما في اكسجين الا والله في اكسجين هنا. يا سلام يا سلام، هذا ايش؟ بلو برنت. اوب اوب اوب، تعلمنا نسوي لمبه وتعلمنا فلاش لايت موديول. ممتاز، هذا ايش؟ نغير الاضاءه. حلو، لا لا اصفر، لون احمر خطير. لا لا خليها لون اصفر خطير. ايوه ممتاز، خلاص خليها كذا. طيب هنا في شيء ثاني؟ ما في شيء ثاني. نفتح الباب. طيب هنا كيف نشغل الضوء نحن؟ اظن التي ما سويت الضوء، كان المفروض اسوي الضوء عشان اقدر اشوف. ما اقدر اشوف هنا، مره الدنيا مظلمه، مره الدنيا مظلمه. ايش هذا المكان هنا؟ اوف 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 اوف. طيب وهنا ايش هذا؟ فابريك. خذ يا حبيبي، الحمد لله اني وسعت الشنطه، مع انه والله ما اقدر اسوي صندوق. ابغى اسوي صندوق عشان ايش؟ عشان يغير اللون، عشان اقدر احط الاشياء. ابغى لون ابيض. ايوه اللون ابيض. يا سلام، اللون الاحمر ما يخلينا نشوف زي الناس. لازم ارجع القاعده اسوي لي لمبه، اخذت البلو برنت حق اللمبه. ايش هذا؟ شوفوا هذا فضه. حلو 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 حلو. طيب والله المكان يخوف، ساري هنا كانه في فضه. ايوه ممتاز، خذ الاشياء النادره هذه. ممتاز، هنا يقول لك يبغون مساعدتي، ماني عارف السر لهم هم، ماني شايف شيء، الدنيا ظلام. هذا ايش هذا؟ يقول لك سكانر تول، ما عندي سكانر تول. وهنا كمان في فضه، رهيب رهيب. اهم شيء يا سلام يا سلام، هات الاشياء النادره هذه. طب انا كذا ماني شايف ولا شيء، وخلاص كذا قفلنا يعني، قفلنا هناك. ايش فيه؟ هذا الطريق اللي جينا منه، يمكن هذا باب جديد، هذا باب صح ما انتبهت له. نفتح الباب ونخش من هنا، وظلام في ظلام، ظلام في ايش؟ في ظلام. هنا ايش عندك؟ في عندك اورجانيك. طب انا كيف اشوف كذا؟ انا ما شغلت اللمبه، يعني معقوله ارجع القاعده اشغل اللمبه واجي اشوف؟ اخذنا والله سبائك حديد، انا ماني عارف ايش قاعد القط في الظلام بالفعل، ماني عارف. لازم ارجع اسوي لمبه بصراحه، ما ينفع كذا. خليني ارجع اسوي لمبه وارجع.
خلاص خلينا نرجع، لازم نسوي لنا مويه وناخذ ميديك وناخذ حق هذا. اي الميديك ايش يحتاج؟ يلا خذ ايوه، سوي لي واحد ميديك وسوي لي كمان واحد حق مويه، لانه الحياه لو تلاحظوا عندي معدومه. ناخذ الميديك يا سلام، وناخذ المويه. والله عندي مويه كثير، ليه سويت مويه؟ انا عندي مويه مره كثير. طيب شوفوا الصناديق عندي مليانه وماني عارف فين احط، ولا عارف اسوي صندوق ثاني. طيب كيف نسوي الضوء؟ عندي اهم شيء الضوء، فين الضوء؟ هذا شيلد، هذا الفلاش لايت. يبغى لنا لمبه، اول شيء نسوي اللمبه، اللمبه هنا حيلو يا لمبه. ها سوينا اللمبه، دحين نجي نسوي الفلاش لايت. ايوه مره مهم هذا الفلاش لايت. طيب نحطه نستخدمه، استخدمناه ها ايوه كذا لمبه حلو. طيب ابغى صندوق، معقوله ما اقدر اسوي صندوق؟ كيف اسوي صندوق؟ شوف هنا ما تحصل في اي صناديق، هذا نحن ما نقدر نسويها. لا يبغانا نايكل هنا، ولا هذا ريبير، هذا ريبير كيت. طيب يلا كل البرجر يا حبيبي، وخلينا نرجع للقاعدة. معانا المرة هذه ايش؟ ضوء، معانا ضوء. نرجع نفتح الباب، اللمبة الحمراء دي قهرتني، خلينا نحطها اي لمبة ثانية. ايوه شيء كذا منور حلو. نخش الباب هذا، في طوال، نحن اول خشينا يسار، خلينا نخش طوال. شوف كذا الضوء شغالة، هذا اقدر اشغلها؟ اي والله تقدر تشغل، حتى هذه اللمبات تقدر تشغلها. طيب كذا طوالي، هنا ايش؟ باب مقفول، مقفول الباب. هنا في صندوق، يا سلام يا سلام، في مويه. انا ليه اروح اسوي مويه؟ عندي مويه هنا. طيب هذا الباب مقفول وهذا الباب مقفول، شكله انفتح من الناحيه الثانيه. طيب يعني نرجع من هنا من الطريق حقنا. هذا نحن شفناه ايش جوته؟ والله ما ادري، اشياء عجيبه صراحه. ايوه دخلنا هذا. طيب نحن خرجنا من هنا اول، نرجع من هذا الطريق، واخذنا حتى الفضه اللي هنا وهذا الصندوق، شفنا ايش فيه واخذنا كل شيء فيه. طيب هنا خلاص، هنا مكان قفل، فنروح نطور من هذا الطريق. شوفوا الإضاءة من الآن طيبة. ايوه دحين صرت اشوف، شوف الباب هذا دحين نقدر نخش ونفتحه من الجهة الثانية. حلو ممتاز ممتاز، هذا اللي دخلناه اول ماني شايف. شوف كنت ماني شايف، دحين صرت شايف الاشياء. حلو. طيب هنا ايش فيه؟ ما في وصفات، ما في شيء كذا. ناخذ الاشياء اللي عنده، والله انفنتوري فل، انفنتوري فل. ايش اسوي بس؟ ها رتب الشنطة، لازم نعرف نسوي. مقفل الباب من الجهة الثانية. حلو نجي نطلع من هنا ونشوف اذا في مكان ثاني نقدر نروحه. هذا الشيء ايش فيه؟ هذا الشيء ايش فيه هنا؟ طيب نحن اوف 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 اوف، ايش المعدن هذا؟ ايش غريب المعدن؟ ايش انكسر الحجر هذه؟ تتوقعوا انه هذا النيكل؟ خلينا نشوف، والله طول معانا. ايش طاح؟ والله ما نعرف ايش اخذنا، سيلفر؟ لا هذا كله فضة. يعني هذا المكان خلاص، نحن كذا ختمنا المكان هذا، هذا المكان ختمنا. نرجع القاعدة يعني. هذا الباب نحن فتحناه ولا باب جديد؟ لا هذا جينا منه. طيب الباب هذا فتح، اوه ايش الغرفة الجميلة هذه؟ ايوه والله المفروض ان الواحد، ايش هذا؟ كي كارد. اوب 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 اخذنا مفتاح، ممتاز. وايش هذه؟ مويه، برجر؟ لا ما ابغى. الكترونيك بارت ما ابغى. حلو شوف سرير جميل، اوف اوف اوف، في حياة هنا، ما في شيء اصلا. شوف في لمبات جاهزه وانا قاعد اسوي لمبات، وهذا كمبيوتر هنا رهيب والله، بلو برنت. ايش لازم ابغى مكان احط فيه اشيائي. طيب تخلصنا بعض الاشياء، اورجانيك رميناها، نيجي هنا نشوف ايش البلو برنت هذا. يقول لك ابني بيت، يا سلام يا سلام، وصلنا الاشياء الحلوه، وصلنا الاشياء الحلوه، فتحنا دحين البنا، فتحنا البنا. هذا هو المهم. ايش يقول لي هذا؟ اوه يقول لي المفتاح اللي تركناه هنا يوديك للصبلاي. طيب هنا ايش فيه؟ ما في شيء هنا، ناخذ بس الاشياء اللي هنا. شايف لمبة، احس اللمبة هذه هحتاجها، خذ اللمبة هذه وخذ هذه. ايش هذه؟ جلاس، قزاز، برضو مهم القزاز. طيب نجي هنا، كيف نبني؟ بالله يقولوا لي كيف ابني؟ لازم في عندي اداة للبناء. اه انفتحت، هذا الليزر جديد، وهذا هذا المهم، هذا المهم. سوي بطارية يا حبيبي، اول شيء اول شيء سوي بطارية. نحتاج فحم، خذ الفحم اللي هنا، واحد اثنين ثلاثة، وسوي لي بطارية يا حبيبي، سوي لي بطارية. بعد ما تسوي بطارية نقول له سوي لي حق يا سلام يا سلام، هذا حق البناء، هذا حق البناء. شوف كيف ابني، اوب 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 اوب. طيب يبغاني ابني روم، اظن اول شيء نبدأ نبني روم. ايش تحتاج؟ حديد، اوف لازم اول شيء نجيب صخ. يا الله جينا للشغل الحلو. لا 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 لا، هات الصندوق يا حبيبي، ابغى صندوق انا. حط لي الصندوق هنا، امشي في الحياه صندوق، لانه عندي قرنبع مره كثير. ايوه
كذا خليني ارتاح شويه. حتى والله ما راح تكون لك رنبع، ما راح تكون لك رنبع. دحين نحتاج نسوي سبايك حديد. حلو، اظن دحين عندنا كفايه عشان نبني فيها الغرفه. ممتاز، هاي دحين مطلوب مني ابني الغرفه، وبعدين مطلوب مني اني ابني الانبوب، يبغى لي اربعه كمان. طيب وبعدين مطلوب مني اني ابني الايرلوك. طيب خلينا نجيب حديد لسه، يبغى لنا نجيب حديد. ممتاز، ايوه حط الحديد هذا، حط عشان نقدر نبني كل الاشياء المطلوبه. ابني سبيكه وجيب سبيكه، نبني القاعده حقتنا الجميله هنا اللي تحت شويه كذا. يا سلام يا سلام، في هذه الجهه الجميله. ها خلاص تمام الحين. اوه ما في لها باب اصلا، نحط لها كوريدور. هذا الكوريدور، تعال هذا الكوريدور. يا سلام هنا، حلو. بعدين ايش نحط لها؟ نحط لها بعدين الايرلوك. يبغى لنا بس اربع ايرون بار. خلينا نجيب الحديد السبايك، الحديد مغلق عندنا، وروح للصخور الجميلة اللي زي كذا ونحفر فيها عشان تدينا حديد كميات كبيرة. نحتاج كل سبيكة تحتاج كم؟ ثلاثة حديد، كل سبيكة ثلاثة حديد. سوي واحد اثنين ثلاثة أربعة، يا سلام. نسوي لنا الايرلوك الجميل عشان نشوف القاعدة حقتنا كيف حتصير. حط البناء وقول له يا أخي خذ الايرلوك. إيه هنا هنا، لا لا كذا جيبه. ليه ما جاء؟ في شيء مضايقه في الطريق، في شيء مضايقه في الطريق. شوف ولا جاء، ما في شيء. خطير. طيب اقدر اخش ولا ما اقدر اخش؟ يا سلام يا سلام، بس مظلم. كيف نحط لمبات؟ وبعدين في اكسجين هنا، انفتحت معانا اشياء ثانيه حق الطاقه. اوه خطير خطير. طيب يقول لك انفتح معاك ايش؟ حط الباور. يبغانا اوف والله فتحت اشياء مره كثيره. يبغانا احط الباور بانل، هذه الشاشه. طيب بسيطة، وش يبغى غير الشاشة؟ يبغى هذا، يعني لازم نجيب كمان حديد، سبايك حديد. ممتاز. طيب أول شيء يبغى أني أبني الشاشة، فين نحط الشاشة؟ نختار مكان مثلا، والله ممكن هذا المكان نحن، بس خلي الشاشة هنا. حلو، هذه شاشة إيش؟ شاشة الطاقة. إيش يقول لك الطاقة؟ شوف الباور صفر. لازم دحين أحط إيش؟ أحط بطارية أظن، وأحط سولار بانل. طيب أحط البطارية أول شيء فوق. أيوه يقول لك هنا حط لي بطارية. هنبدأ دحين في... يا سلام حطينا بطارية. دحين باقي نحط ايش؟ الطاقة الشمسية عشان نعبي البطارية. شايفين؟ يا سلام خطير. انا احب الحركات هذه من جد، احس اني رائد فضاء. دحين بدأت الكهرباء تخش، شوف حتى اللمبة اشتغلت. اوه شوفوا كيف اللمبات اشتغلت، حلو الجمال، الجمال هذا حلو. نشوف دحين الطاقة هنا، نشوف الطاقة. يا سلام ايش بو؟ شوف يقول لك يوزبل باور 4.6 والكرنت باور كاباسيتي. طبعا اعزائي المتابعين اظن يكفينا هذا القدر، كنا نحن بنجرب اللعبه، يعني يمكن نسوي حلقه ثانيه، يمكن خلاص يكفينا ونستنيها لما تغلق ونرجع لسلاسلنا القديمه. في امان الله.